هل كنت بتتوقع انك انت تدخل اعاده؟ والله كنت متوقع الحمد لله رب العالمين ان انا اعتمدت اعتماد كلي الحمد لله. انا اولا بشكر شباب واهالي دار السلام اللي عملوا مفاجاه كبيره جدا 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 رغم الاغراءات اللي شافوها من بعض المرشحين. احنا انا اول مره انزل اولا ده مزوري من لسه عايز حنجرت واحد تاني يعني سلامتك. مش حنجرت خالص بس احنا بذلنا جهد ولقينا استجابه جدا من شباب واهالي دار السلام وشباب دار السلام ورجال دار السلام. حسيت ان في الدنيا بتتغير في مصر، انا حسيت ان وضع تاني خالص، ان احنا الحمد لله وصلنا لمرحله تغيير كبيره جدا في دار السلام. الناس ابتدت تفهم، الناس ابتدت تحس ان المرحله دي مرحله مهمه جدا لاولادها ومستقبل اولادها. في وجود دستور ساكن لغايه دلوقتي يعني استنبط منه بعض القوانين اللي هتاثر في حياتنا كلنا ان شاء الله بمشيئه الله، والقوانين دي هتاثر في حياه اولادنا بعد كده. انا نزلت عشان عارف ان النقطه ديت او احنا في مرحله حرجه جدا جدا جدا، ان في دستور جديد، في قوانين جديده. انا اول ما نزلت حسيت ان في شباب كتير جدا عصف عن النزول للانتخابات. انا عملت اكتر من 23 مؤتمر، فهمت الشباب او قلت لهم يا جماعه احنا مش هنسيب مصر كده، مش هنقدر نسيب مصر ان احنا نتفرج عليها نقعد 30 سنه تاني. احنا الحمد لله رب العالمين الشباب ابتدت تفهم. احنا دلوقتي بنأسس دولة جديدة، جمهورية مصر الحديثة، دستور جديد يعني دولة جديدة يعني قوانين جديدة هتنظم حياتنا وحياة أولادنا. مش هنخلي أولادنا إن شاء الله يمروا بنفس التجارب اللي احنا مرينا بيها تاني. احنا عاوزين أولادنا أفضل مننا بكتير، احنا كلنا بنفضل أولادنا عننا. مش هنخلي أولادنا يعانوا زي ما عانينا. بالنسبة لمنطقة دار السلام يعني طبعا دي منطقة من أكتر مناطق مصر إهمالا وتهميشا. احنا ما شفناش سموها لسه بيسموها الصين الشعبيه. الصين الشعبيه حضرتك، الصين الشعبيه دي اللي هي 4% من شعب مصر، اكتر من 4 مليون. تخيل ان هي احنا جنبنا المعادي فيها مستشفيات مستشفيات عامه، جنبنا مصر القديمه فيها اكتر من مستشفى عام، جنبنا السيده زينب فيها. عايز تعمل مقارنه شكلك يا حضرتك. مفيش مستشفى في دار السلام، مستشفى عام في دار السلام. انا ما بقول ان الكلام دوت الناس بتقول ليه احنا لو في الشلاتين وحلايب لا هتبقى في مستشفى. دار السلام ناس كتيره جدا بتموت عقبال ما تروح المستشفى. دار السلام ما فيهاش اي حاجه خالص. دار السلام انا حسيت ان دار السلام ما فيهاش مواصلات، تكدس مروري رهيب. اعداد شباب ضخمه جدا، لان دار السلام منطقه حديثه اتبنت من حوالي 30 سنه، فجه الزوج وزوجته من 30 سنه، دلوقتي الشباب من 29 لغايه مثلا 15 سنه، نسبه كبيره اكتر من 3 مليون شاب في دار السلام بيعانوا مشكله البطاله. ودار السلام تحني مشكله التكدس المروري. طيب الرهيب. احنا هنتكلم